رح ننتقل كمان مرة لعند الشيف شادي مع ورشة ملح ونتابع كل تفاصيل تحضير السلق مع الحمص وأيضا اللحمة مع الكرز. أحبائي صباح الخير، لكن السليق مع الحمص واللحمة مع الكرز. سليق كلنا بنعرف، سليق كلنا بنحب، السليق موسم السليق، الإفادة طلع كمان هالاوراق الخضراء الحلوه. بس نفوت على محلات الخضار قد ما نلاقيها كمان كثير حلوه. شو ما كان، بلشنا من الزعتر، بلشنا من السبانخ، رحنا على السلق، رحنا على الهندبي، يعني شغله كثير كثير حلوه. شو انا عملت اليوم؟ جبت الاوراق تبع السلق، شلت منهم، رح فرجيكم بعد شوي صغيره كمان كيف عملت وشو عملنا كمان بالضلوع وكيف ركبنا الطبخة. بس قبل خلونا نقدم هالأطباق اللي فينا نضيفهم نحن على المائدة اللبنانية والعربية وكل مائدة من الأشخاص اللي عم يسمعونا، وبكل كمان فينا نعملهم. يعني في يكون صحن يومي وحده، ممكن يكون رز، ممكن يكون أنواع تنقول من المعجنات، ممكن يكون لوحده بيتاكل بالخبز بارد أم سخن، يعني بالميزة العربية الباردة أو الميزة العربية السخنة. لكو أنا هون عندي هذا الصحن كمان بارد، تفضلي مدام فيك تحطيه وين؟ تحطيه عندك على الطاولة. جاهز جاهز. هلا أنا هون نروح على الطنجرة ونشوف كمان بالطنجرة هون شو حلو هيك بهالطريقة عم بيغلوا كلهم سوا. رح نشرح عنهم قبل ما أنا أقدمهم بدقائق معدودة سخنين. بجيب من الكزبرة الخضراء الحلوة بهالطريقة، بنزل الكزبرة الخضراء عليهم، منحرك ومنقدم من بعد ما نوضع الكزبرة بثواني. حطينا الكزبرة حلوين بعقده، وهلا بنرجع نشرح عنهم كله سوا. طفينا، رح ناخذ اثنين طبقين حلوين، رح تشوفون طلعوا شو حلوين هالسلقات مع الحمصات مع هالصوص الحلوة كمان عليهم من فوق. وهيدا يا مدام فيك تحطي حده كمان رز من دون اي مشكله كمان وتقدمي. كما انه الصحن الثالث رح نقدمه هيك ونشيلهم كلهم سوا مثل ما شايفين حلوين بعقده، ورح شيلهم كلهم سوا هيك. وهيدا هون فينا يا مدام نعمل شويه برغل ونقدمهم كمان حد البرغلات مزينين بشويه صغيره من الكزبره. وهون انا شو بكون عملت؟ شخصين ونص اكلوا اليوم من السلق والحمص مع الرز مع كمان العدس مع كمان البرغل. فيكن تعملوا يلي بدكن اياه. كيف عملت انا هالوصفه؟ جبت بصل قطعناهن، جينا قليناهن شوي صغيره، جبت وراء السلق، يعني هيدي ورقه سلق. شو عملت انا؟ شلت الضلع تبعولا، يعني ها بدنا هيك نركز عليها شوي. جينا عليها بهالطريقة هيك، شلنا الضلع من قلبها. طلعوا كمان كيف هذا الضلع شلته أنا، ها، لأنه قاسي. أوكي، ما رح حطه، ولا فينا نحطه ما في مشكلة، بس هيك أجمل. بحس أنا أنه بس إذا قصينا هول بيطلعوا أجمل بالطبخة. لك الورقة شو حلوة، منقصها فوق البصل من بعد نحن حوالي دقائق، يعني دقيقتين، ونضيف الحمص المسلوق عنا. بعد كمان دقيقتين بنضيف رب البندوره لكل ملعقه كبيره، كبايه وحده من المرقه السخنه، مرقه او مي سخنه او مي بارده، بس انا بحب كثير اقول مرقه لانه المرقه بتكون مطعمه حلوه. اوكي، البويون او البرودو. لكن بنحط فوق رب البندوره مع كمان شوي صغيره من المي المغليه، بيغلوا سوا، بنضيف عليهم بعدين الملح والفلفل كمان الحر اذا بدنا، فلفل حلو اذا بدنا، كزبره، زنجبيل، هي اللي بدكم اياه. وبنضيف بعدين بالاخر شوي صغيره من الكزبره وبنقدمهم مع شو ما بدنا، باردين بالميزه، سخنين بالميزه. وبنرجع كمان نقول الرز كثير منيح حدهم، البرغل كثير منيح حدهم، والعدس كثير منيح حدهم. اما الضلوع اما الضلوع بدي اعمل شغله نسيتها، سوري نسيتي بليز اعمل معروف. هيدي بدنا اياهم زينه للطبق البارد اللي حطيناه شويه سلق، هلا بنحطه كمان هيك كثير حلو للطبق البارد اللي حطيناه على الميزه العربيه. اوكي، ليكو شو بدنا نعمل هلا هون؟ الضلوع، جبنا الضلوع مقطعين خالصين، شو عملنا فيهم للضلوع؟ سلقناهم، مي عم تغلي، وطلعوا كمان بعدهم عندهم هاللون الاخضر الحلو، يعني اذا شفناهم هيك بنلاقي انه طلعوا طلع ها حلوين، خضر بعقده بجننه
اوكي. ليش خضر؟ لانه المي عم تغلي، بحط عليها ملح. من بعد ما احط عليها ملح للمي بتضل تغلي، لانه الملح بنحطه على المي من بعد الغليان غليت. حطينا ضلوع السلق غليوا يعني دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة حسب الضلع السلق قديش كبير، استويوا. من بعد ما استويوا شلناهم دغري على المي المسقعة أو المتلجة، بعدين منصفيهم وبنجي نحن عنا يوم بهالطريقة. وبعد شوي صغير رح نعمل صحن طحينة، طحينة وسلق أو سلق بالطحينة كمان. هيدا كمان رح نضيفه اليوم زيادة على قاموس اليوم. خلصنا من السلق، شبعنا سلق، ننتقل لهون. أول شي نشيل الطنجرة كلها سوا، يبقي فيها حبتين حمص، هلا بناكلهم بعدين، نحطهم هون بهالطريقة ونرجع نحن للحمة بالكرز. طيب إذا كان في عنا كرز طازة وسعره حلو، فينا نعمل مربى الكرز، بس نخلي الكرز حبوب، ويستعمل الكرز بكمان هيدي الوصفة. كمان اللي ما عنده، ما بده يعمل الكرز الطازة يعملن مربى، في يستعملن هني زيتن، بينسفن او بيقليهم شوي، مثل ما رح انا اعمل بعد شوي صغيره بالكرزات المجففين اللي عندي. هلا بتعرفوا هلا مش موسم الكرز، في كرز مجفف موجود بالسوق، لوقيه يعني 200 جرام عم بيكون سعره نحن عنا هون بلبنان حوالي $6، بس تاخذوا فكره انه مش غالي كثير. يعني انا عاي هون وقيه اليوم، اوكي، وقيه فينا نعمل منهم كذا طبق، يعني ما تخافوا، بس نحن نحط شغلة جديدة بقلب الوصفة انه كرز مجفف بجبلنا هلا ومش موسم وحطينا $100 حق، لا ماشي. وقية وحدة بتطعمينا مرتين وثلاثة، هلا بتشوفوا كمان انا كيف رح اشتغل فيها. هلا الكرزات هودي فيني انقعهم بالمي السخنة قبل، وبهيك بي بي بيطروا شوي صغيرة، بس انا ما بدي فوت بهذا الموضوع كله ابدا. رح اجيب شوية زبدة بعد شوي، رح اجي اقليهم نتفة صغيرة قبل، ورح احط لهم شوية بويون او شوية مرقة فوقهم، بيغلوا مع المرقة وبجي بقدمهم بيكونوا طريوا عندي، وانا ما بدي اياهم كثير طراية، بدي اياهم انا عم باكلهم حس انهم شوي صغيرة، اوكي شادين. انتم بعدين اعملوا اللي بدكم اياه، وهم اعطينا الفكرة. اللي انا بدي اعمله هلا، اول شغلة رح نعملها، رح نحط كف على ايدينا، بدنا نقطع اللحمة، بنجيب لحمة فيليه او لحمة اونتركوت او لحمة تكون طرية، ماعز، بقر، عجل، اوكي، اللي بدكم اياه، مهم تكون لحمه انتم بتحبوها، مدهني او مش مدهني اللي بدكم يعملوه. انا اكيد عندي لحمه اليوم فيليه مش مدهني ابدا، قطعتها الى مكعبات، طلعوا شو حلوه. راح انا كمان شيل شقفه وشيل الشقفه الثانيه، واجي انا هلا قصهم كمان هالشقفتين الحلوين بطريقه حلوه، تشوفوا كيف كمان بنقصهم، يعني كيف بدنا ناخذ الشقف، طلعوا شو حلوين، ها واحد اثنين ثلاثة وهيدي أربعة وهيدي خمسة، بنقصهم كبار شوي صغيرة، مش مثل لحمة الشوي أقل شوي، يعني فينا نقول شيء اسمه راس عصفور، يعني راس عصفور ممكن يكون كتير صغير العصفور، يعني راس عصفور متوسط، أوكي، حتى نكون كلنا مقتنعين من هيدا الموضوع. يلا يا نشوف يا شيف شادي، قطعناهم كلهم سوا وخي صاروا عندي، حطيناهم هون، ما منقليكن قبل بساعة وبعدين منضيفكن على أطباقنا، لا، يعني نحن اليوم إذا انطلب منا الطبق ووصلت العائلة على البيت أو وصل الجيست لعنا على المطعم، دغري المقلي، البصل، اللحمي، الكرزات، عشان بدغري بنقدمهم، مش انه بنقليهم قبل بساعه، حرام بتنشف عنا اللحمي. مشان هيك انا كوني بدي اقدمهم بعدين، ما رح اقليهم هلا، رح انطر الكرز واللحمي للاخر، بس قبل خلوني كمان هيك نحضر او نشلح اول شيء نحن من ايدينا، نحضر بسرعه الطحينه مشان كمان السلق بطحينه، وقبل نحضر صحن حمص، لانه اليوم حابب اعطي فكره انه الحمص بس نقدمه نحن مع اللحمه والسنوبر والبصل، مزبوط، وفي عالم بيقدموه مع اللحمه راس عصفور. اللي انا بدي اضيف عليه اليوم هالخلطه الحلوه مع الكرز، جربوها مع صحن الحمص، قد ايه ممكن يصير غني اكثر واكثر واكثر بالطعمه هالصحن الحمص. رح ناخذ هذه الفكره، رح ناخذ فكره كمان كيف نقدم اللحمه والكرز مع صحن الرز، شغله كثير هينه، وكمان كيف بنقدمها مع العدس بشكل سلطة بسرعة. أنا عندي حمصات مهروسين خالصين، أنا بجي عليهم هون، ما رح أحط فيهم توم،
بس اللي بده يحط فيهم توم بيحط فيهم توم من دون اي مشكله. نحن بالمطاعم بنضيف التوم بالاخر اوكي، بس بنحضر قبل، لانه التوم اذا بقي الحمص بالبراد ما عاد بيغير طعمته، مش انه ما بدي اقول ما عاد بضل طيب، بلا بس بتغير طعمته شوي صغيره، ومشان كمان نبيضه اكثر للحمص بيحطوا فيه من حامض الليمون مش من عصير الحامض، اوكي؟ يعني هيدي افكار كثيره، بس نحن ببيوتنا بنستعمل عصير الحامض عادي، اوكي؟ هون عصير الحامض بهالطريقه، بجي انا بضيف كمان شوي صغيره من الملح، بجي بضيف كمان شوي صغيره هيك من الفلفل هيك عليهم، اوكي؟ وبجي كمان بضيف شوي صغيره من زيت الزيتون، هيدي مش كتار منكم بيعملوها بقلب الحمص، وهلا بجي انا بضيف ملعقه وهون اثنين مول طحينه، طحينه السمسم، نحرك شوي صغيره تنحصل كمان على صحن حمص، كمان حلو بهالطريقه هيك، طلعوا كيف؟ عصير بعد شوي صغيره من عصير الحامض، وبعدين انتو تشتغلوا على ذوقكم مثل ما بدكم، كل ما تزيدوا انتم ها شفتوا كيف كمان بيض معنا، بلش يبيض معنا صحن الحمص اكثر واكثر، وكل ما تضيفوا كمان حامض الليمون بقلبه كمان بيبيض معنا اكثر واكثر، شوي كمان عصير الحامض هون، وهلا في اشخاص بيضيفوا عليه كمان من مية الحمص، اوكي هيدا واحد. هلا عندي انا شوية رز سلقته من الرزات عادي، سلق الرزات عادي بطريقة عادية، بس مي عم تغلي مع ملح، سلقت الرز وحطيتهم بقلب هون كمان، خلينا نسميها بقلب بول صغيرة من ازاز، فينا ندخلها على الميكروويف، فيني انا فيني كمان بهالطريقة، بدي ارجع اقول ليش غلفتها بالكلينك فيلم، اوكي؟ او بهالورقة النايلون، لأنه بيحصر او بتحصر عندي الفابور، او نحن نقول شو بنقول فابور، يعني البخار بقلبها من جوا، هيك بيسخنوا معي اكثر واكثر من دون ما حراره الميكروويف تضرب لي حبه الرز او حبه الباستا او اي نوع من الماكولات يلي بدي سخنها. دائما بس نحط الماكولات بالميكروويف، بليز غلفوها قبل وشوفوا كيف تطلع معنا اطيب ومش ناشفه، لانه البخار بيطريها. يعني انا بهالطريقه انا هون فيني هيك حطينا دقيقة وأقل كمان حسب المايكرو، هلا بتسخن عنا لأنه عليها الكلينج فيلم، شو بعمل أنا؟ بحطها برا وبتضل سخنة لمدة ربع ساعة 20 دقيقة من دون أي مشكلة، أوكي. هلا أنا هون شو بدي أعمل؟ بجي هيك رح أجي آخذ شوي صغيرة من العدس اللي عندي، طلعوا هون شوية عدس رح أحطهم هون تيبردوا عندي شوي، لانه راح استعملهم هلا بعد نتفه صغيره بوضع اللحمه والكرز عليهم بعد شوي. كيف عملت العدسات؟ جينا غلينا المي، حطينا فيهم العدس مع شويه ملح، غليوا ربع ساعه صار عندي عدس، تركتهم بالمي تبعيتهم، هلا بعد ما بردوا بالخالص بس بيبردوا بالمي تبعيتهم، بعدين بستعملهم باي نوع من السلطه اللي انا بدي اعملها. ها حطهم هون عن جديد يا شيف شادي. هلا انتقل لشغله كمان تاني، نحط هون الحمص هيك، واجي لهون نجيب وعاء تاني بهالطريقه هيك، وانا هون بحط كمان عندي فوايه ونحط طحينه. بدي اعمل انا هلا هون طحينه مشان لضلوع السلق بطحينه، حامض فينا كمان نحط توم اللي بده يحط توم من دون اي مشكله، وبجي كمان بحط شوي صغيره من المي، بنحرك طلعوا كيف كانه نحن عم نعمل تراتور، طلعوا كيف؟ اول شيء ما بنحط كثير مي، بنحط شوي وبعدين بنحط شويه مي، وانا عم بعملهم نحن مرتاح شوي صغيره 3 دقائق، ورجعوا لنا بسرعه.